مصدر. أنا علي اليوم راح نحكي على موضوع جدا مهم، وأكثركم يسألني هذا السؤال، إنه نريد مشهي وبنفس الوقت مقوي عام مفاتح للشهي. فاليوم جبت لكم فيتامين، مجموعة فيتامينات اسمها السبروفيتا. هذا العلاج يحتوي على مجموعة من الفيتامينات بالإضافة إلى مادة السبروهيبتادين اللي هي من مضادات الهستامين. وسابقا شرحنا العلاقة بين السبروهيبتادين ودورها الفعال كفاتح للشهية تلقونه بصفحة. فهاي اللي عندي مجموعة فيتامينات فعالة مثل مجموعة البي مثل B1 والبي 2 والبي 6 بالإضافة إلى مادة الأسكوربيك أسيد ومادة النياسينامايد، ويحتوي أيضا على مجموعة من الفيتامينات الفعالة اللي إلها دور كزيادة الوزن وبنفس الوقت تستخدم كمقوي عام. وهذا يعتبر من أفضل أنواع الشركات اللي تقدر تستخدمها حتى تحصل على نتيجة فعالة وأمينة. أما كل منتج إلى موانع استعمال، لازم نعرف موانع الاستعمال مالته قبل لا نستخدمه. الأشخاص اللي عندهم فرط بالحساسية اتجاه مادة السبروهيبتادين ما يصير يستخدمونه. الأشخاص اللي عندهم قرحة المعدة أيضا يتجنبون استخدام هذا المنتج. الأشخاص اللي عندهم انسداد بالأمعاء ما يصير يستخدمونه. الأشخاص اللي عندهم ارتجاع في البول أيضا ما يصير يستخدمونه. الأشخاص اللي عندهم الغلوكوما أيضا ما يصير يستخدمونه. والأشخاص اللي عندهم تضخم بالبروستات ما يصير يستخدمونه. الحمل لازم تستشير الدكتور الأخصائي أو الصيدلاني، لكن خلال الرضاعة أيضا نتجنب استخدام، لأن يعني مادة السبروهيبتادين ممكن أن تفرز مع حليب الأم أثناء الرضاعة الطبيعية للأطفال.